كريم الدبيس معنوياته كويسه وبيأكد على جاهزيته وجاهزيه زمايله ان شاء الله للمباراه، لكن البعثه احتفلت بعيد ميلاد ياسر ابراهيم قلب الدفاع الفدائي. نشوف العريس المحتفل بعيد ميلاده. ماتش في بطوله دوري الابطال والماتشات اللي جايه كلها مهمه، عندنا ماتشين بره ملعبنا الجزائر وغانا، مركزين طبعا واخدينها ماتش بماتش، نتكلم مع بعض كلنا كلاعيبه عارفين اهميه الماتش وصعوبه الماتش. طبعا الفرق الجزائريه كلها معروفه قدام الاهلي بيلعبوا ازاي، وباذن الله نقدر نذاكر الماتش كويس قوي، وربنا يا رب يكون مع اللعيبه كلها باذن الله في الماتش، والتوفيق يكون حليف في اللعيبه كلها ونقدر نطلع بالماتش ان شاء الله. طبعا جمهور النادي الاهلي ده داعم لينا، وباذن الله نوعدكم نعمل اداء كويس ونتيجه كويسه باذن الله، ومنتظرينكم في الجزائر ان شاء الله. اتفاجئت بصراحه في الطياره، لقيت اللعيبه جايبين لي تورتايه، طبعا دي حاجه، دي روح النادي الاهلي، ده احنا اخوات كلنا في بعض، دايما محدش بينسى التاني، دايما في ظهر بعض في كل حاجه، فطبعا بشكرهم على اللفته الحلوه منهم ديت. خلاص عيد ميلاده عدى، وان شاء الله نقدر بقى نركز في الماتش المهم اللي احنا رايحين له، ربنا يكرمنا باذن الله، احنا رايحين ومركزين وعارفين صعوبه الماتش طبعا، فباذن الله نقدر نرجع بثلاث نقط ان شاء الله. احنا كنا خلصنا كاس عالم وبعدها المنتخب، فطبعا ده طبيعي ان اللعيبه تاخد اجازه، خدوا فتره ورجعوا تاني اتمرنوا ولعبوا ماتشات وديه وعملوا معسكر في دبي، فالحمد لله اتجمعنا كلنا تاني ورجعنا المجموعه كلها مع بعض، وباذن الله نقدر نكمل المسيره زي ما احنا كنا ماشيين فيها كويس ان شاء الله. ان شاء الله.